بالأمس يا عزيزي المستمع، في دير الراهبات نتابع الأم الرئيسة وهي تعرض منصب رعاية الدير على أوربان جرانديه قس الكنيسة. فوجئ جراندي بالعرض الذي قدمته الرئيسة، لكنه ولأسباب لم يفهمها لأول وهلة قرر الاعتذار بطريقة مهذبة عن قبول المنصب. وما هي أسباب هذا الاعتذار؟ لا يوجد سبب محدد يا سيدتي الرئيسة. لنقل أني راض عن نفسي حيث أنا. حسنا، كما تشاء أيها المحترم جراندي، لكني أتمنى لو أنك تأخذ وقتا للتفكير. لا داعي للتفكير يا سيدتي الرئيسة، فأنا لا أستطيع أن أكون راعيا لدير راهبات. عن إذنك يا سيدتي الرئيسة. ليحفظك الرب أيها المحترم. عندما جاءت السيدة بيلفيل لاستلام وظيفتها كرئيسة لدير الراهبات، مرت على الكنيسة لتسمع موعظة الأحد، ورأت القس الشاب فأحبته من أول نظرة. كانت تتحين الفرص لتلقاه، لكنها فشلت وشعرت بالتعاسة عندما تم تلفيق التهم ضده وجره إلى المحكمة، وسعدت عندما ظهرت براءته التي تزامنت مع موت راعي الدير. أوربان، هل سمعت؟ سمعت ماذا؟ ما يحدث في دير الراهبات؟ ما أعرفه عن دير الراهبات أنه تم تعيين المحترم مينون راعيا له منذ عدة أشهر. أنا لا أتكلم عن المحترم، وإنما عن الراهبات. وماذا حدث للراهبات؟ لقد أصابهن الجنون. ماذا تعني؟ هذا ما يتحدث به الناس، لقد أصيبت الراهبات بالجنون، وقام أولياء الأمور بمنع بناتهن اللاتي يدرسن في الدير من الذهاب إليه. غريب، ومنذ متى كان الجنون وباء؟ من الممكن أن يكون الجنون وباء إذا تم الترتيب له بهدوء وروية، وهذا ما حدث. كان أسقف بواتييه يكره أوربان جراندي ويتمنى إزاحته من كنيسة لودون، لذلك أصدر ضده الحكم الجائر في الجلسة الأولى. لكن عندما فشلت الخطة وتمت تبرئته بأمر من أسقف بوردو، كان عليه أن يجد طريقة أخرى. كان يشاركه في هذه الكراهية الكاهن مينون، وتحقد عليه منذ أن رفض العرض الذي قدمته له ليكون راعيا للدير، وتنتظر الفرصة للانتقام. حسنا إذن، لكن لا تتسرع بكشف الخطة لها قبل أن تتأكد أنها على استعداد للمشاركة فيها. قلنا إن أوربان جرانديه قد كسب أعداء كثيرين، كان منهم إضافة للأسقف وبعض الرهبان عددا من ذوي المناصب الرفيعة. هل تعرفين أيتها الأم الرئيسة أن نائب الملك السيد ترينيكتان يكره القس جرانديه كراهية شديدة؟ مهما كانت كراهيته شديدة، فهي ليست أكثر من كراهيتي له.
ولماذا يكرهه؟ لأنه يعتقد أنه والد ابن ابنته فيليبا ويرفض الاعتراف به. ولماذا لا يسأل ابنته ليعرف من هو والد الطفل؟ لقد سألها لكنها ترفض ذكر اسمه خوفا عليه من أبيها. إذا كان متأكدا من أنه هو فماذا ينتظر؟ لماذا لا يأمر بشنقه؟ كيف يأمر بشنقه دون دليل؟ دليل؟ إنه نائب الملك، فهل يعجز عن تدبير الدليل؟ لقد طرأت لي فكرة، وهي مساعدة نائب الملك ليأخذ ثأره منه وتخليص المدينة من فسقه وفجوره. لكنني بحاجة لمن يساعدني. أنا على استعداد لمساعدتك. فما هي الفكرة؟ استغل القس منن اندفاعها حبا في الانتقام، فبسط لها خيوط المؤامرة التي حاك خيوطها مع الأسقف بوزاي. يا للسماء! يريد الأسقف أن يحول الراهبات وأنا معهن إلى مجنونات؟ ليس جنونا أيتها الأم الرئيسة، إنما نوع من المس الشيطاني، والذي باستطاعتنا علاجه عن طريق الصلاة. ومن الذي سيقوم بالصلاة؟ أنا والقس بار، فهو يكره كرانديي كما أكرهه، ويتحين الفرص للتخلص منه وإبعاده عن الأبرشية. في الواقع لست أدري إن كنت سأنجح بتصنع التشنجات أم لا، فهذا ليس سهلا. مع بعض الاستعداد وشيء من التمرين سيكون سهلا. لكن من من الراهبات ستكون معك؟ اطمئن، إنهن يحببنني وسيفعلن أي شيء لأجلي. ممتاز. كما وأنها ستكون لعبة مسلية. إذن اتضحت خيوط المؤامرة. سوف تدعي الأم الرئيسة ومعها بعض الراهبات أن الشياطين قد تلبسوهن، ثم يلقين باللوم على أوربان جرانديه. اكتملت الخطة وبدأ التنفيذ، وصارت الإشاعة بين الناس عن طريق بناتهم التي يدرسن في الدير. فتوقف الناس عن زيارة الدير، وتوقفت الإعانات، وظهرت المعاناة على الراهبات. وأتقنت الرئيسة دورها، فلجأت إلى القس منون طلبا للمساعدة، فأسرع إلى الدير ومعه الراهب بار. ما الذي يحدث هنا؟ أنقذنا أيها المحترم، أنقذنا. من ماذا أنقذكن؟ ماذا حدث لكن؟ الشياطين أيها المحترم. الشياطين؟ ماذا؟ دخلت إلى أجسامنا وتمكنت منا. أنقذنا، أتوسل إليك أن تنقذنا، أتوسل إليك وتخلصنا وتخلص أرواحنا من الجحيم. نعم أنقذنا. ماذا تقول أيها المحترم؟ ماذا تقول؟ إن علينا فحصهن، فإذا وجدنا علامات المس قمنا بعمل جلسات طرد الشياطين. إنها موجودة أيها المحترم، انظر انظر، إنها على رقبتي هنا. انظر انظر وسوف تراها. لا تكشفي رقبتك أيتها الأم الرئيسة، هذا لا يجوز. وكيف ستتأكد من وجود العلامات إن لم تنظر؟
الدكتور أيها المحترم. اذهبي اذهبي من أمامي، اذهبي اذهبي. لم تكن جميع الراهبات مشتركات في المؤامرة، إذ لم تكشف الرئيسة السر لأكثر من 7 راهبات كانت تثق بهن، أما الأخريات فلم يكن يعرفن بالذي يجري حولهن. تشاور الراهبان فيما بينهما، ثم اتفقا على أن يبدأ بالصلاة لطرد الشيطان، على أن يبدأ بالرئيسة أولا. هل تقوم بالصلاة أم أقوم بها أنا؟ بل تقوم أنت بها وأنا سأقوم بمحاولة إخراج الشيطان من جسمها. لقد انتهيت، باشر عملك. حسنا، لماذا دخلت جسم الراهبة؟ أجبني، لماذا دخلت جسم الراهبة؟ ما بك لا ترد على سؤالي؟ ها؟ رد علي وقل لي، لماذا دخلت جسد الراهبة؟ أيها المحترم، ربما كان هذا الشيطان لا يعرف الفرنسية. إذا كان لا يعرف الفرنسية فبأي لغة أكلمه؟ جرب اللاتينية، ربما كان يعرفها. حسنا، لماذا دخلت جسم هذه الراهبة؟ لأنني أكرهها وأكره ما تعمله. أرأيت؟ ها هو يرد عليك باللاتينية. حسنا، وما الذي تكرهه من عملها؟ إنها تقضي الليل في الصلاة، كما وأنها تجلد ظهرها تكفيرا عن ذنوب لم تفعلها. ومن الذي أمرك بدخول جسمها؟ أوربان جراندي. لم أسمع، من؟ أعد علي الاسم مرة أخرى، من الذي أمرك بدخول جسمها؟ أوربان جراندي. كان الراهب منون يتظاهر بأنه يبحث عن الحقيقة، وأنه حريص على معالجة الموقف بسرية تامة، فدعا عددا من الرهبان وأعاد الاستجواب أمامهم ليكونوا شهودا بما سمعوا. لكن الطرفة التي وقعت أمام الرهبان أن الراهبات الصغيرات لم يكن يحسن التكلم باللاتينية، لذلك كانت شياطينهن تتكلم اللغة الفرنسية. لم أكن أتوقع أن يكون أنصاره بهذه الكثرة وهذه القوة. لقد أخبرتك أنه يتحكم بالكثيرين، وأن باستطاعته إثارة الشغب في المدينة. لم يتوقف الأمر على المدينة، فالعرائض الموجهة إلى البرلمان بالآلاف، ولولا أن الكاردينال ريشيليو أمر بمنع عرضها على البرلمان لثارت الفتنة في البلاد. وماذا تنوي أن تفعل؟ له أنصاره ولنا أنصارنا، سأتابع الاستماع للشهود حتى تثبت التهمة عليه. وماذا عن اللجنة الحيادية
التي يطالب بها أنصاره. سأوافق على تشكيلها، لكن بعد أن ينتهي خبراؤنا وأطباؤنا من كتابة تقاريرهم. استعان لوبارد في لجنته بعدد من القضاة والكهان والمستشارين من بواتييه وأورليان وبوردو، كما استعان بعدد من أساتذة سوربون في تخصصات مختلفة لإثبات التهمة على القس غرانديه. السيدة جين دي أنجس. أنا هنا يا سيدي. سيدة جين، هل تشعرين أنك بخير؟ هل تستطيعين أن تجيبي على الأسئلة التي ستوجهها لك اللجنة؟ أنا بخير يا سيدي، وجاهزة لأي سؤال. أخبر اللجنة إذن عما مررت به من معاناة. سيدي، كما قالت الأخت الرئيسة، بدأت أشعر بأعراض غريبة كبقية الفتيات بعد موت الكاهن موسوت بوقت قصير. وما هي الأعراض التي شعرت بها يا سيدتي؟ كان يتملكني إحساس دون أن أستطيع النوم، كما كان يتملكني إحساس بأني أستطيع الطيران في الهواء. هل كان طيرانك في الهواء مجرد إحساس أم أنه حدث بالفعل؟ بل حدث بالفعل يا سيدي، إذ استطعت أن أرتفع في الهواء لحوالي 30 إنشا، وبقيت معلقة هكذا لبضع دقائق قبل أن أسقط فاقدة الوعي. وهل عرفت السبب لهذه المعاناة؟ نعم يا سيدي عرفت. ماذا عرفت؟ ذات ليلة اشتد بي النعاس، لكني لم أستطع النوم، فبدأت بالبكاء، وإذ بي أسمع صوتا يهمس لي. وعندما نظرت حولي لم أرى أحدا في الغرفة. هل كنت وحدك في الغرفة؟ بل معي زميلتين لي، وكانتا نائمتين. وماذا حدث بعد ذلك؟ عاد الهمس من جديد. خفت وأخذت بالبكاء، فإذا بالصوت يهمس لي بأن لا أخاف وأن أتوقف عن البكاء. هل رأيت الشخص الذي كان يهمس لك؟ كنت أنا يا سيدي. ماذا تعدين؟ كان الهمس في داخلي يا سيدي. لا تسلني كيف، لأني لا أعرف، لكنه كان في داخلي. وماذا أيضا؟ سألت من أنت؟ قال إنه من الشياطين الصغار، وإن اسمه سكارون. فسألته ما الذي يريده مني، فقال إنه مأمور يا سيدي. وهل سألته من الذي أمره؟ نعم يا سيدي نعم، سألته فأجاب إنه يأتمر بأوامر القس أوربان غرانديه، وأن مهمته هي الإغواء والإفساد. بدأت الحلقة تضيق حول غرانديه، فقضيته لم تصل إلى البرلمان، واللجنة تواصل الاستماع إلى شهود لا يعرفهم ولا يعرفونه. هل أمرت يا سيد لوبارد بتفتيش مكان إقامة غرانديه؟ وما الداعي لتفتيشه بعد أن صادرنا جميع أوراقه ومراسلاته؟ نعم لقد صادرت أوراقه ومراسلاته، لكنك لم تصادر الوثيقة. أية وثيقة؟ وثيقة العهد بين غرانديه والشيطان. وهل هناك وثيقة بينه وبين الشيطان؟ بالطبع، وثيقة رسمية تمت كتابتها بالدم في الجحيم، وشهد عليها الشيطان بنفسه مع 3 من كبار أعوانه.
وأين هذه الوثيقة؟ لو أنك أصدرت أمرك لي بتفتيش مسكنه لجئتك بها. أمضت اللجنة 40 يوما في تحقيقاتها، استمعت فيها لأكثر من 70 شاهدا، أقروا جميعا بتحالف جرانديه مع الشيطان وممارسته السحر في الكنيسة. أمرت اللجنة بإحضار جرانديه لمواجهته بالتهم التي ستوجه إليه وسؤاله إن كان لديه ما يقوله قبل تحويله إلى المحكمة. أوربان جرانديه، هل استمعت لتقرير السيد لاكتانس ووعيت ما فيه؟ لقد سمعته يا سيد الرئيس. وما هو تعليقك على ما جاء فيه؟ كله كذب وتزوير ولا صلة له بالحقيقة من قريب أو بعيد. هل تعترف أنك تمارس السحر؟ لا لا لا، إني أنكر بشدة، فأنا لا أمارس السحر ولا معرفة لي به. هل تنكر أنك قد سلطت شياطينك على السيدة جين؟ بالطبع أنكر، وإن كانت هنا فاسمح لي بتوجيه سؤال لها. هل السيدة جين موجودة؟ موجودة يا سيدي. هل توافقين على طلب المتهم؟ هل توافقين على إجابة ما يسألك عنه؟ أوافق يا سيدي. سيدة جين، قلت إنك ممسوسة بشيطان يأتمر بأمري، وإنك بسبب هذا المس تستطيعين التكلم بعدة لغات لا معرفة لك بها. نعم يا سيدي، قلت هذا. إذن سأوجه إليك سؤالا باللغة اليونانية على أن تردي عليه بنفس اللغة، هل توافقين؟ لا لا يا سيدي، لا أوافق. ولماذا لا توافقين؟ لأن شيطاني أمرني أن لا أتكلم إلا اللغة الفرنسية. سيدي الرئيس، أعتقد أنه قد حان الوقت لإيقاف هذه المهزلة. لا أسمح لك بإهانة اللجنة. أنا لا أهين اللجنة يا سيدي، وإنما اللجنة هي التي تهين نفسها. هل تنكر أنك قد قمت بتوقيع عهد مع الشيطان؟ إني أستغرب أن يصدر هذا الكلام من رجل في مكانتك يا سيدي. أجب على السؤال، هل وقعت معاهدة مع الشيطان؟ لا، لم أوقع معاهدة مع الشيطان. أليس اسمك مكتوبا على هذه الوثيقة؟ أليس هذا هو توقيعك؟ لم أرى هذه الوثيقة من قبل، إنها مزورة. أيها الشقي، إنها موقعة بالدم. أمر لوبارد بتحويل جرانديه إلى الفحص الطبي لإثبات وجود علامات شيطانية على جسده، وانتدب الطبيب مانوري والذي كان يكره جرانديه كراهية شديدة. أنهت اللجنة أعمالها وأمر رئيسها بتحويل جرانديه إلى المحكمة بتهمة ممارسة السحر وإهانة المقدسات. سيدي القاضي، من أنت يا امرأة؟ وما هذا الحبل الذي تضعينه في عنقك؟ أنا جين دي أنجس، ولست وحدي التي أضع الحبل في عنقي، وإنما زميلاتي أيضا. ماذا تريدين يا امرأة؟ أريد أن أقول إن أوربان جرانديه بريء، وإننا ظلمناه بما افتريناه عليه. إنه بريء، بريء. أخرجوا هذه المرأة من هنا. إن لم تسمعوا لي سأشنق نفسي. إنه بريء،
إن جرانديا بريء بريء إن جرانديا بريء. أوربان جرانديا، لقد ثبتت لهيئة المحكمة أنك كنت تمارس السحر وتتعاون مع الشيطان للإغواء والإفساد، لذلك حكمت المحكمة عليك بالموت حرقا بعد إرغامك على الاعتراف بذنوبك وطلب الغفران. لا يوجد ما أعترف به، ولست مذنبا لأطلب الغفران. اعترف أيها الشقي، اعترف وتخلى عن الشيطان، اعترف لخلاص روحك الدنيسة. إني أشفق عليك وأرثي لك أيها الأخ لاكتانس، هذه هي المحبة التي تمارسها؟ اعلم أن في السماء إلها سيحاكمك ويحاكمني، وسوف نمثل أنا وأنت أمامه قريبا، فماذا ستقول له؟ ستحرق أيها الشقي، ستحرق أيها الشيطان، ستحرق ستحرق. في 18 من شهر أغسطس عام 1634، أشعل لاكتانس بمشعله كومة الحطب التي قيد إليها أوربان جرانديه ليتحول إلى رماد تم نثره في الهواء. بعد حوالي عام أصيبت الأم الرئيسة بلوثة دفعتها للوقوف تحت المطر الغزير في ليل بارد، وهي تبكي وتنوح وتطلب المغفرة من روح جراندي، ثم حاولت أن تشنق نفسها لولا أن سارعت إليها الفتيات وأنقذنها لتعتزل الناس وتموت من الكآبة. الطبيب مانوري الذي أثبت وجود العلامات الشيطانية على جسم جرانديه وأثناء عودته من زيارة أحد المرضى، توهم أنه يرى جرانديه يمشي معه في الطريق، وبقي يهذي لمدة يومين قبل أن يموت. لاكتانس أصابته رعشة متواصلة دون سبب واضح، وأخذ يهذي بكلام غريب وغير واضح، ثم أصيب في عينيه، فكان بصره يذهب لساعات أو لأيام ثم يعود، وأصابته حالة من التوهان، فكان ينسى اسمه ولا يدري أين هو ولا إلى أين يريد الذهاب، إلى أن مات. أعلنت جين ديانجس عن ندمها للدور الذي لعبته في قضية جرانديه، وأن الأمر كان مكيدا، وأنه قد تم خداعها كما تم خداع ابن عمها لوبارد، وأنها قد أجبرت على كتابة الوثيقة التي تؤكد تحالف جرانديه مع الشيطان. أعلن الكاردينال ريشيليو عن ندمه لعدم تدخله لإنقاذ جرانديه من الموت، متحججا بكثرة مشاغله وعدم علمه بالأمر إلا بعد تنفيذ الحكم. نافذة على التاريخ، يكتبها يوسف عساف ويخرجها عبد الله القلاف. Thank you.